في أعقاب استقبال رسمي وشعبي حاشد، السيسي وقابوس يتفقان على رفع مستوى التعاون الثنائي ما بين مصر وسلطنة عمان. شراكة مصرية إماراتية لإقامة أكبر مصنع سكر بالشرق الأوسط في محافظة المنيا. القاهرة تستضيف لقاء وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان الخميس المقبل. البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 38 مليار دولار فاصل 2 من عشرة. ووزارة التموين تحسم أزمة الدواجن الرخيصة، صلاحيتها تنتهي في شهر مارس. الصحة تتعقب صفحات بيع ألبان الأطفال على مواقع السوشيال ميديا. وسكان مثلث ماسبيرو يرفضون إنذار محافظة القاهرة بإخلاء المنطقة.